بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيداتي سادتي متصفحي الإنترنت مديري الجزر الإلكترونية. اليوم 3 ديسمبر 2015، زارنا بمقر الجريدة مواطن مغربي منحدر من مدينة وجدة يشتغل كسائر المغاربة في مهنة حرة، ألا وهي مهنة إعداد وصناعة الخبز بأحد الفراغين. إنه مواطن تعرض للغبن والظلم والحيف، ولا ظلم إلا ظلمات القبر. الظلم حينما يأتي من مسؤولين أو مواطنين فإنه يكون سببا في تداعيات اجتماعية خطيرة، ونحن نتذكر ما وقع ويقع في المجتمعات التي يتعرض أهلها للظلم، فإنها لا محالة تكون مؤشرا للانفلات الأمني وللابتعاد عن الوطن. نحن في هذا الصدد استقبلنا هذا المواطن، وسوف يدلي لنا بتصريحات ما تعرض له من جور وحيف على أيدي مسؤولين في البلدية بالمكتب الصحي الذين تآمروا مع صاحب الملك لأجل إفراغه. اسم الكريم خرباوي عبد الرافع. هو تعفك خرباوي عبد الرافع، سي عبد الرافع الخرباوي. أرجوك تكلم بصوت مرتفع ودير نفس الصورة نتاع المشكل ديالك من أوله إلى آخره. السلام عليكم. غوت غوت. أخي الكريم، أنا يا تعرضت لواحد المشكل، واحد المحل كان واحد المحل مدة ديال 22 سنة وأنا خدام، كنت كاري على واحد السيد بلجيكا، خدام بلجيكا كيجي عامين 3 سنين كيجي لي. مع ذلك كان واحد السيد شرع عليه لا علم ديالي، فإذا بها جاء السيد النسيب ديالو دار له وكالة، باع لهاد السيد سميتو مختاري عبد الله، اللي بالو تفاهمو هو وياه جا. فالواحد النهار جاو عندي أنايا قال لك أودي هاد السيد راه فوت المحل هاد مختاري عبد الله، فهو ما كان حتى شي مشكل. أنايا المهم شنو نطلب منك؟ كنت مطلوب منك انت غادي تبقى مكتاري في هذا المحل، هذه هي الشروط. يعني فاش باعلو من بين الشروط اللي داروها انك انت تبقى دائما مكتاري في هذاك المحل اللي باعوا له. اللي باعوا الفكره مفهومه هنا. من بعد ملي باعلو بقيت انت كتستغل المحل. كنستغل المحل. الى واحد الفتره تاع الزمان طلب منك زياده في الاجر تاع الكيرة. الاجر ديال الكيرة. على حسب ملي عطيتني من الافاده انك لم تمانع وزدتو 1000 درهم. هي ولات 3000 درهم. 3000 درهم. الفران هذا فيه اليات، فيه معدات، وفيه لان المحل انا دخلت عليه كخاو. انا درت المحل، زهجت المحل. ودرت الاصل التجاري ودرت المسائل كلها قانونيه، بقيت خدام. في المده جا طلب مني واحد النهار قال لي لانه غادي دير معايا واحد الالتزام بالمسؤوليه، تحمل المسؤوليه ديال الخدامه ديال المصاريف ديال المشاكل، الا كان شي حاجه انت تحمل المسؤوليه ديال المحل. انا لا علاقه لي بالمحل، كان دي الفكره ديالي ومتنبليهن خاطين المشاكل ديال المحل. نعم درت مع هذا الالتزام ديال تحمل المسؤوليه ديال الخدامه هذه. مع ذلك مور دات لي مجاوز جا عندي واحد النهار قال لي اودي انايا راه هاد الموت والحياه وهذه، بغيت دير لي واحد الورقه التزام لانه في اي لحظه يعني لا بقات شي حاجه ولا تخويلي المحل. قلت له لا، انا طلبت منه دير معايا عقد ديال الكيرة. قال لي اودي انا عقد الكيرة الا درته معاك وعطيتك التواصل غادي نزل عليا الضرائب، ما غادي ننتج لا انا لا انت، درك هذا مشكل اخر. قال لي المهم نبقاو كيما كنا، مرحبا ما بقيناش، ما عندي ما غادي ندير معك هذا الحل هذا. قلت له لا، القانون ندير معك القانون كيما كنت كاري، ما كاين حتى شي حاجه. قلت المهم السيد اللي كنت كاري عليه الاول اللي اتفقنا عليه النهار الاول وداك الساعه نديرو الحل، رفض هو هذا الطلب هذا، قانع عليا بانه ندير له الطلب اللي بغاه هو. ملي نوضنا في النزاع انا وياه قال لي انا ما ننساش بلي راني داير لك واحد الوثيقه وها هي، وراني نخرجك في اي وقت اللي بغيت انا ماشي اللي بغيتو انت. شوف خويا الا كان القانون في يدك والحق عندك انت وكل شيء وانت اللي كتكون عندك هذا البلاد دير اللي بغيت. مع ذلك جا
حضاني واحد النهار دار لي القفوله للمحل. انا ما كنتش في المحل، دار القفوله للمحل وعندك مستخدم لداخل. انا ما كنتش تما حدا المحل اللي كان خاوي عندي واحد الخدام كان ناعس في المحل، دار القفوله على ذاك الخدام ومشى. جا اتصل بيا واحد الخدام اخر قال لي اودي المحل راه مبلع والسيد راه يغوت للداخل. قلت له كيفاش ما يمكنش، شكون دار هاد القفوله؟ قال لي مانيش عارف. مشيت انا للمحل لقيت السيد الداخل سخفان كيزك يحلو عليا مان دري صغير. ملي ما بغاش يحل المحل مشيت اتصلت بالشرطه مع العشرة ونص ديال الليل، مشيت للشرطة علمتهم، علموا سعادة الوكيل كان أمر باش يخرجوا للمحل، مشاو معانا البوليس، مشاو للمحل فعلا صنعوا على مول المحل، قال لهم هاد السيد ما كيسالش معايا وما كنعرفوش كاع. هي ثانية قالوا له اودي راك مبلع على شي واحد هنا في المحل، قال له ما مبلع حتى على شي واحد المحل ديالي، قالوا له يمكن لك تحنا المحل، قال لهم حل المحل. ملي دخلوا للمحل لقاو السيد سخفان تما وبقاو كيفيقوه. قلت لهم اودي الله يخليكم هاد السيد راه سخفان ولا صرات له شي حاجه، انا راني داير التزام امام المسؤوليه. دابا عيطوا لابيلون جدي هاد الخدام، انا اللي انا الا السيد وقعت له شي حاجه انا اللي غادي نتحمل المسؤوليه. عيطوا لابيلون جدي الخدام ونشوفوا القوانين، فيقوا هذاك الخدام. المهم بقاو يرشوا عليه الماء ناض، هذا قال لك انت خاطئ ماشي شغلك في هاد الصوالح هذا. ناض الخدام نوضوه هذه وقفوه قالوا له راك مزيان صافا مزيان. هذه هزونا في الصطافي بداونا بجوج الكوميساريه. ملي مشينا للكوميساريه جبد لهم هذيك الوثيقه اللي مزوره رفضت انايا. قلت له سعاده الكوميسير الله يخليك هاد الورقه الا كنت انا دايرها نتحمل المسؤوليه ديالها، هاد الورقه راه مزورها وراه عليها ناض النزاع قال لي خرجك بها، ودابا راه بغى يدير لي المشاكل. هاد الورقه انا لا علاقه لي بها. مع ذلك زيروا عليه البوليس قالوا له غادي الا ما حليتلوش المحل راك غادي تقدم. مشى ران جاونا في الكوميساريه مشينا حلي المحل وليت خدام، خدمت موراها واحد 3 شهور ولا مشى سول ولا بحث ولا ما نعرفش من جابو ولا هادي حضانة تاكد بلي المحل ما كانش فيه الخدامه وهادي مبلعنا. جا دار لي القفوله. ملي دار لي القفوله انا مشيت لقيت الماتريال والسلعه والكليان كيتسناوني والمحل مبلع، ما قدرت ندير حتى شي حاجه. وليت مشيت عاوتاني للشرطه. ملي مشيت للشرطه قال لك اودي هاد المشكل ديالك خصنا نديرو غادي ديرو محضر، عمرو لنا محضر. قالوا لي واش عندك شي اثبات، عندك شي شهود، عندك شي حاجه؟ قلت لهم جميع الاثبات وجميع الشهود كاينين. دونك قدمت جبت الشهود كلهم، جبت الشهود، عمرو لنا المحاضر، طالبوني في الشهود، جا مول الملك اللي باع لهاد السيد المختاري شهد بلي انه انايا هاد السيد ها هو الاشهاد ديالو بلي انه انا بعت لهذا السيد المحل، وكان ما بين الشروط بيني وبين هذا السيد، هذا السيد يبقى مكتاري في ذاك المحل. قال فوالا عيطوا للشهود الثانيين صندقوهم. جا الشاهد قال له بلي انه انا ما مره ما جوج راني عطاني هذا السيد الكرا وراني عطيته له لانك يكون غايب ولا في شي بلاصه، وانا عطيت له بسجاتي الكراء كي توصل بواجبات الكراء. واجبات الكراء على اساس كتهرب من الضرائب. مع ذلك فات هاد المرحلة، عمرونا المحاضر تقدمت للمحكمة، لدنا المحكمة. مع ذلك دار له سعادة الوكيل أمر بالاعتقال، قام يتهرب من الآخر، قال لهم أنا ما يمكنش أنا رزقي تعتقلوني عليه. قالوا له راك الكاتب كتخالف القانون، كتخالف القانون، يعني المسطرة القانونية ماشي هي هذه. مشى تعتقل للمحكمة. مع ذلك أنا درت محامي. من بعد المحامي كان بيناتهم ملف الصلح بلا خبري انا، انا ما حاضرش. استشرت المحامي ديالي قال لي ودي صافي السيد راه غادي تقدم وغادي دير الواجبات ديالك اللي بلع عليك السلعه والماتريال وهذا الشيء، ودابا راه غادي تقدم غادي تحاكم على اساس بلي انه هاد الضيعه وهاد المشاكل وهاد التصرف اللي داروا من غير قانوني. مع ذلك المحامي تفاهموا في المحكمه ولا ما عرفتش بلا علم ديالي، داروا ملف الصلح. فاذا بها هذاك ملف الصلح يقضي بانه يلتزم باش ما يعاودش يبلع لك المحل. واه
ملي انا عيطت للمحامي وقلت له كيفاش تيدرا خرج، قال لي راه دار النميله دار التزام عند الوكيل لانه ما غاديش يدور بهذاك الماحه وماشي مشكل. جا حل لي الماحه بديت خدام اللي غد ليه مشى بلع عليا الماء ومشى عند صحاب الضو علمهم باش يقطعوا عليا الضو. اتصلت بالمحامي مشينا للمحكمه دخلنا عند الوكيل اتصل به في الحن قال له راك كتخالف القانون وراك درت التزام لانه هذاك المحل ما تدورش به راه ديال مولاه حتى حفتي فيه المحكمه. مع ذلك حلي الماء خلاني بقيت خدام، فاذا بها ما لقى باش من حتى شي حاجه اللي يديرها مشى للبلديه عنده واحد السيد ديالو كيهددني به بالبلديه لانه شكون هو السيد؟ ما عرفت سميته لانه هو كيقول لي غادي نبلع لك هذا الماء حتى تولى نزلت وكاع لا ديرش اللي في جدك ما تقصرش. مشى للبلديه جاو عندي البلديه قال لك هذه المحل ممنوع نراقبوه قال لك السكتي المحل راه ماشي نظيف وهذه. نقيت المحل ديالي انا ريقلت المسائل السيرفيس ديال الخدمه بقيت خدام. واحد النهار انا سافرت ما كنتش في المحل جابوا لي واحد الاشعار داك الاشعار جابوا شيخ ديال الحومه قبضوا عليه الخدام. ملي قبضوا عليه الخدام اتصل بيا قال لي واحد الاشعار جيت انا هزيت داك الاشعار كتب فيه الاسم مختاري عبد الله. هزيت هذاك الاشعار مشيت للبلديه لعند النائب الثاني ديال حجيره الله يخليك سعد هذا فرار راني انا كاره انا كاره بسميتي ماشي هذا ململ ماشي وهاو الشصاري هاو الشصاري ودروك ما يمكنش هو سبن عمر هو. ملي قال لي كيفاش قلت له ها شنو قال لي اخويا قلت له السيد راني معاه في المحكمه قال لي جيب لي الوثائق اللي كتثبت انت وياه راكم في المحكمه والبلديه غادي ترفع يدها على هذا المشكل حتى تحكم المحكمه. قلت له واخا ماشي مشكل. مشيت انا للمحامي ديالي جبت له جميع الوثائق نزلتهم له طالع عليهم حطهم قال لي دابا روح الله يهنك روح تخدم البلديه ما عندهاش علاقه حتى تحكم المحكمه. مع ذلك مشيت ما كان مشكل بقينا خدامين. ضربت واحد المده ديال 3 شهور اخرى جات البلديه اتصلوا بيا واحد النهار انا خارج عيطوا لي قال لك اودي انت سير خرباوي. قلت لهم نعم. قال لك خصك تمشي في الحين للمحل سميك لاباس شنو كاين. قال لك اودي راه حنا عندنا امر بالاغلاق. قلت له ما يمكنش امر بالاغلاق واش شافتوني جيت علمتوني ما يمكنش غادي غير في الحين تعيطوا لي تبلعوا لي المحل وانا رزقيت ما هذا لا يمكن. قال لك المهم حنا علمناك عندك 10 ديال الدقائق الا ما كنتش حاضر معنا هنا غادي نبلعوا لك المحل. مع ذلك مشيت انايا وديت معايا الناس صحابي الشهود خلطت فين مشيت تما قال لي الخدام راه مشى وعطاوني نص ساعة قال لك خوي الماتريال ديالك وخوي السلعة وعلم صحاب المسائل اللي خدامين تما هزوا الماتريال ديالهم. انا وليت مشيت للنائب ديال حجيرة كاتب عند بن عمر حسن قلت له ودي السي بن عمر ذاك النهار جبت لك الوثائق وقلت لي البلدية خاطئة من هذه المسائل هذه. قال لي واه دابا شنو وقع؟ قلت له راه مشاو يبلعوا لي المحل. قال لي درك غادي تمشي انت وغادي تبلع المحل وتبعد منه هما من غادي يجيو غادي يلقاو فلان مبلعين ديالك وغادي يمشيو بحالات ما غاديش يبلعوا الامور وانا غادي نهضر معاهم. قلت له صافي مشيت انا عيط للخدام قلت له دير القفوله وخليه وبعد من المحل. ملي جا الخدام ديالي بلع المحل ومشى لواحد المكان قعد فيه جاو هما لقاو المحل بلع داروا القفوله. ملي داروا القفوله اتصل بيا الخدام وليت انا نجري حليتو المحل. قلت له دي علاش بلعتوا لي هذا المحل؟ قال لك حنا بعدا قلعوا القفوله ديالهم بلعت ديالي انا دخلوا. قال لك علاش ما خرجتش الماتريال؟ قلت له واش انا 22 عام ديال الخدمه هنا والماتريال عندي راه على الاقل عندي واحد الربع شهور ولا 5 شهور باش نهز غير هذا المواكن وهذا الماتريال والكريديه ديال الناس والدقيق وهذه كتعطيوني نص ساعه. هما قانونيين ما عندهمش الصلاحيه باش يطلبوا منك الافراغ تاع المحل. المهم سيما وان المشكل معروض امام المحكمه. واه جادلت معاهم قلت لهم اودي ها شنو قال لك حنا خاطينا عندنا قرار الاغلاق سني عليه رئيس المجلس البلدي والوالي والمسائل حنا راك طرت ولا نزلت غادي نبلعوه دابا غير اختار السلعه ديالك تهز هذا. قلت لهم كي غادي ندير نهز انا هذا الشيء؟ قال لك المهم ما عيطناش ما غاديش تهزها. قلت له قال لك المهم خرج غادي نبلع. تفرت معاهم انا تما
قال لك هذه هذه. قلت له اخويا الله يخليك، دابا بغيت غير نفهم انا شويه، راك عارف في القرايه مع كيما نقولوا واحد ديال الاخر، مع واحد الصديق ديالي نصحني، قال لي ودي طلب لهم قرار اغلاق. طلبت لهم قرار الاغلاق، قال لك غادي تمشي معنا للبلديه نعطيهم. قلت له عطيوني محضر التنفيذ وقرار الاغلاق باش بادي بالدلعوا لي ونمشيو. قال لك الا ما بغيتش غادي نعيطوا للبوليس يديو، راك ارتكب جريمه باللي راك كتهدد السلطه ما خليتهمش يبلعوا. قلت له واخا، عيطوا للبوليس، اتصلوا بالبوليس فعلا باش يجيو يعتقلوني. قلت له ماشي مشكل، انا نمشي على رزقي، ضحيت انا وحياتي مشات هنا ودابا نمشي، ما كان حتى شي مشكل. ملي زيروا عليا هذه زيرتهم طلب محضر التنفيذ وطلب الاغلاق، ما كاينش قال لك غادي تمشي معنا للبلديه غادي نعطيوها لك. مع ذلك خرجت معاهم، مشيت معاهم للبلديه، داوني المقاطعه العشره، دخلوا لواحد البيرو كتبوا واحد الوثيقه عاديه عاديه سنيو فيها هما ثلاثه، عطاوها لي. قلت له هذا راه ماشي محضر الاغلاق وما كان لا كاشي ديال البلديه لا حتى شي حاجه، درك ما يمكنش. قال لك المهم ملي كعرفت معاهم قال لك غادي تبعنا للبلديه الكبيره نعطيو لك محضر الاغلاق. داروا فيا تما، ناضي واحد البوليسي قال لي واش تعاند السلطه وهذه هذه، هضروا معاك صافي روح تروح، بحال اللي حقروني ضغطوا عليا، راك عارف لي جيان هذه القمع هذه انا ما قديت، صافي بقيت كنفكر غير شي حوايج اللي ما قدير، صافي بغيت ننتحر ما نكذبش عليك، حسيت بالحقره. ملي مشيت معاهم البلديه الكبيره تسنى، ما قلت تسنى حتى لي فرطوا كاملين، بقاو كيتهربوا مني كل واحد كيرميني لواحد. مع ذلك اتصلوا بحجيره، قال هذاك المسؤول ديالو قال له هضر معاه قول له غدا غادي يجيو نريقلوا لك المسائل ديالك وتولي لمحالك. مشيت بحالاتي لا غدا وليت للبلديه، بقيت عاود نفس الشيء كيتهربوا من المسؤوليه، كيتهربوا من المسؤوليه. قلت لهم انايا هذا المحل اللي بلعته لي ودابا هاربين كامل، حتى شي واحد ما بغى يعطيني شي فائده، شنو هو السبب ديالي انا في هذا الشيء؟ ملي زيرت واحد التقت فيه تما وقعت صداع في البلديه وهذه، الغالي قال لي روح بلع فمك ما تهضرش، غادي نديك غادي نوريك محضر قرار الاغلاق. ملي طلعني للبيرو الفوق انا وياه، حل لي الدوسي، جبد لي قرار الاغلاق، سميت مختاري عبد الله. قلت له اللهم هذا منكر، كانك انت غير كاري، كانك انت غير معني يعني. قلت له اللهم هذا منكر، واش ملي جيتوا تبلعوا هذا المحل جيتوا عندي انا وفي الوثائق دايرين سمية المالك، سمية المالك يعني متواطئين معاه، وهذا المالك بلعوا له الدار ديالو مش تبلعوا لي المحل. انا هذيك الخدامه وداك الماتر وداك السلعه ديالي فين نمشي بها؟ درك بحال اللي قلعتوا لي رزقي عطيتوه لواحد اخر. قال لك اخويا احنا ما عندنا ما غادي نديروا، روح شوف شي حل اخر، كاين احل غادي يعني نقدوا نفوذك به، وهو غادي دير واحد الالتزام على هذا المحل لانه ما غاديش تولي تخدموا في الران، وديروا نشاط تجاري اخر، وديروا نشاط تجاري اخر، حنا غادي نساعدوك فيه وتولي لذاك المحل. المهم بقاو يقنعوني بهذه الهضره، خرجت انا مشيت. مع ذلك ملي وليتهم واش كان الوجب السؤال ديالهم؟ الجواب ديالهم، الجواب ديالهم قال لك اخويا احنا ما قدو نديروا معاك والو، روح للمحكمه اشكي بالبلديه وجبنا حكم ضد البلديه ونمشيو نحلوا لك هذا المحل. مع ذلك ماشي مشكل، مشيت انايا درت محامي، تكلف المحامي، قال لي المحامي خصنا نديروا جوج دعوات، دعوه ضد البلديه ودعوه ضد السيد المحكمه التجاريه. درنا الدعوات وحده ضد البلديه وحده ضد السيد. مع ذلك رفضت الدعوه ديال المحكمه الاداريه، لان رفض الدعوه قال لك بلي انه السيد راه ما بلعلكش، هو بلعت لك البلديه، والبلديه راه ما بلعتلكش على اساس السيد راه سحب الرخصه ديالو وراه كان المحل بواحد الحاله ما يمكنلمش يخليوه حل. لم كانوا يشعروني انا المحل عندي نقي وعندي لي بروف ديالو اللي نقي، وكانوا يعلموني. رفض الدعوه، مشينا للمحكمه التجاريه، عيطونا حضرت حضرنا تما، قال لك اودي خصك الشهود، استدعوا الشهود جاو، حضر الشاهد هذا اللي باع الملك، اكدوا نفس الاقوال، اكدوا نفس الاقوال اللي دايرين في المحاضر عند البوليس تماما. قال له السيد اودي انت هاد السيدين كنعرفو، قال له هذا راه الصديق ديالي كان خدام معايا في الوزين
والبيعة أنا اللي بعت له هذا السيد الخرباوي، أنا اللي فوت الملك ما بين هذا وهذا، وكان اتفاق الشروط ما بين هذا وهذا لأنه هذا السيد يبقى مكتاري في هذا المحل على أساس هذاك السيد راه عنده كريدي من البنكة باش يبقى داك يدي الواجبات ديال الكرا باش يخلص بهم الكريديات ديالو، وماشي مشكل. المهم استنطقهم سعادة الوكيل قال لك صافي الله يهنيكم. مع ذلك بقيت كننتظر، جا حكم رفض الطلب، ما عرفش انا علاش هذا رفض الطلب. ودابا لحد الساعة المحل راه مسدود، دابا لحد الساعة المحل عطاوه السوارد لانه رفض الطلب. ملي انا يا مشيت قلت له ما يمكنش هذا الشيء، كيمشي هو كيولي للبلدية، جاو قالوا لي اودي غادي دير لنا واحد الالتزام ما توليش تعامل ذاك النشاط، وغادي نعطيو لك باش نمشيو نحلو لك المحل دير فيه شي حاجة أخرى. مشيت عندهم درتهم هذاك الالتزام باش على أساس يحلو لي المحل، فإذا بها مشى هو دار معنا عنده صحابه تما وكيدعي يعني كي بالقوة وهذه ولا تقصش ولا ديرش في وسط البلدية بحال كأنه هو رئيس المجلس البلدي. هذا السيد اللي كان هضر معاه كيدور وجهه عليا كيدور فيا يقول لي راه الله يتهناك. سلموا له السوارت نتاعو. مع ذلك مشاو سلموا له السوارت، مشى هذا السيد حل المحل بلا خبري انا والماتريان ديالي تما كله والسلعه ديالهم مواليها والناس دافعه بيا الكريديات الخدامه الشاكين. المهم واحد الحاله غادي نقول لك بلا ما نفكر الانتحار من هذيك المشاكل اللي عايشها مع الخدامه ومع صحاب السلعه ومع هذه، لان ما لقيت فين نتاجع. فاذا بها حلوا له المحل ديالو بقى خدام. مشيت انايا للبلديه قال لك روح للمقاطعه القياده اللي حلوا له. دخلت لعند سعاده القايد قلت له سعاده القايد الله يخليك انا هالمشكل 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 ودرك حليتو لهاد السيد المحل والمحل مازال في المحاكم ما يمكنش. قال لي ولدي انا ما عندي ما ندير لك، انا عجيز جديد هنا والمحاضر اللي طالعت عليهم ما فهمت حتى شي حاجه في هاد النزيله، ودرك راه جابو عطاو له التسليم باش يحلوا له. مشينا معاهم نبتدنا الامر ديالنا حلينا له المحل. فاذا بها انا تفاجات بهذا الشيء، رزقي مشى بين يدي وانا كنشوف وانا مطالب بالافراج وانا مع هذا ضربت واحد الشهرين ولا كتجيني سيد على الدار. مشيت زيد داك التدعيم مشيت المحكمة قالوا لي هذا السيد مختار كيطالبك بالإفراغ من المحل. ودي الله يخليكم هذا المحل راه فرقتني منه البلدية، مشيت للمحاكم البلدية خرجتني قلعت لي السوار دابا رداتهم له، والمحل راه محلول راه مول الملك ولا يخدم فيه وراه ماهوش راه يعدل في المحل ديالو، ودابا عاد كطالبوني أنا من هذا المحل باش نخرج. هادشي انا ما فهمت شي حاجه. يعني هذه هي المعاناه سيداتي سادتي، هذه هي المعاناه اللي كيعانيها المواطن خرباوي عبد الرفيع. هو تعرض التواطؤ والاخلال بالقانون من طرف المجلس البلدي ممتن في القسم البلدي لحفظ الصحه، بعض الاعوان فيه متواطئين مع هذا المسمى مختاري. تعرض للاخلال المهني من طرف المحامي الذي اقر بصلحه باجراءات ما وقعش عليها اتفاق. تعرض المجموعة نتاع المضايقات، ضاع له الرزق ديالو، ضاع له النشاط الاقتصادي ديالو، ضاعوا له الماكن، ضاعت له مجموعة نتاع المسائل ترتبت عليه ديون ثقيلة ملتزم بها أمام الناس اللي كيمولهم مادة الخبز. هو دابا بدون محل، وأوميم طون تمت هذه العملية كلها وميل تجاري أمام المحكمة، والمحكمة القضاء هو الوحيد المؤهل للبتي فيه، ومع ذلك هو أصبح بدون محل وبدون تعويضات وبدون ادنى شغل، وهو مهدد بالافلاس ان لم نقل راه مفلس اصلا. سي عبد الرفيع شنو كتطلب دابا انت؟ راه عندك في عجاله من قبلك، شنو تطلب؟ انا كنطلب غير حقي، كنطلب حقي من المحكمه، وكنشوف الناس المسؤولين في هذه البلاد يراعيوا العين الاعتبار ويشوفوا هذه الحاله ويشوفوا انا مظلوم ورزقي مشى وما بقيت صافي. ما بقيت كنت كنطمئن بلي انه كاين الامن في البلاد، كاين القانون في البلاد، كاين الحمايات في البلاد وناشطين والحمد لله البلاد زايده للقدام. مع ذلك ملي تصرفوا فيا التصرفات وشفت هذه المعاناه كلها صافي يدي فقدت الامل، فقدت الامل حاليا. مرض
لا مرت مع ذلك مع ذلك لا تفقد الامل. هناك امل في الله سبحانه وتعالى، هناك امل في صاحب الجلاله، هناك امل في الفضلاء من هذا المواطن. انا بدوري اتضمن معك، ونتضمن معك كلنا، ونتضمن مع كل مظلوم. ومن هذا الموقع اناشد سي عمر حجيره لما اعرفه عنه من صرامه وحزن في التدخل في مثل هذه المسائل. عليه أن ينبش في هذا الملف، وعليه أن يبحث جيدا، وسوف يطلع على حقائق تبين أن من ناس من هم محسوبون على مصالح البلدية التي يترأسها إنما يخلون بالقانون ويضرون بذلك، يضرون مصالح المواطنين ومصالح الوطن. صاحب الجلالة يسعى وفضلاء هذا الوطن بكل جهد لأجل إرساء الديمقراطية، ولأجل إرساء القانون، ولأجل إرساء دعائم العدالة الاجتماعية. ومع ذلك وفي غفلة من الجميع تتم هذه المناورات التي تضر بالمواطن وبصالح المواطن، ومن خلاله تضر بالوطن. آخر ما تتمناه أنت وشنو كتطلب رئيس مجلس البلاء؟ قاش المسألة دابا ماشي بيدو القضاء على ما أعتقد، القضاء عاد راه باقي محطوط عنده الملف، باقي عنده محطوط الملف، مازال المحكمة ما فتاتش في النازلة تماما. لان هذا هو المشكل، لان البلديه عارفه ان المشكله معروضه امام القضاء، مع ذلك عطات لها السيد سوارد وامرته باش يفتح المحل، والمحل فيه فيه كيرة وفيه اشهاد وفيه توابيت. ماذا اخر حاجه تقدر تقولها لنا؟ اخر حاجه اللي نقدر نقولها هذا السيد درك انا راني عاد في المحكمه دابا صيفطوا لي كيطالبوني بالافراغ. دابا انا راني حاليا راني في المحكمه الافراغ، انا المحل فرغتني منه البلديه، السلطات المحليه فرغتني، رزقي كنشوف فيه قضيه مع القضيه في المحكمه، وما سلموا السوارت لسمو الملك. يعني انا ما فهمت حتى شي حاجه. دابا يجب على البلديه مع مصالح البلديه ان تعيد النظر، وان تذهب الى هذا المحل وتغلقه نعم. وترجع هي تبلع وتخلي السوارت عندها ولا تحت المسؤوليه ديالها، الى ان يتم البت في هذه النازله على يد المحكمه. نعم. هذا هو المفروض. نعم. سيداتي سادتي، كنا مع السي عبد الرفيع خرباوي مواطن علي، زارنا بمقر الجريده وعلامه التاسي والحزن باديه عليه، زارنا وهو يلتمس من هذا النشر لهذا التصريح أن يتم إنصافه من طرف المسؤولين المحليين أو على المستوى الوطني، وهذا دورنا في نشر الحقيقة. وشخصيا كما قلت أتمنى من الأستاذ عمر حجيرة لما أعرف عنه من صرامة وحزم ورغبة في إحقاق الحق أن يبحث في هذا الملف جيدا، وسوف يقف على الاختلالات التي شابته وعلى التواطؤ الذي اكتنفه لصالح جهة ضد جهة. نحن في دولة الحق والقانون، ونساهم جميعا في إرساء دعائم هذا الحق، ولا يمكن لمواطن مغلوب على أمره أن تضيع أرزاقه وتضيع مصالح أسرته بين ليلة وضحاها. 22 سنة ديال الاستغلال مشات في جرة قلم. آخر كلمة، آخر كلمة كنطلب من الناس المسؤولين، ونتمنى صاحب الجلالة يعني يكون واحد الانصاف اللي يحلوا هذا المشكل، ولا يراعيوا العند الاعتبار، لان راني مضرور وراني والحاله الصحيه لا يرثى لها، مرضت نفسيا صافي، بردوا يدي ولادي بغاو يتشردوا، العائلات اللي كانوا خدامين معايا كل شيء تشرد، ما بقيت قادر على حتى شي حاجه صافي. كتبقى تبان لي هذه البلاد ما بقاتش غاديه لقدام، كتولي اللور من ناحيه ديال القانون، من ناحيه ديال الظلم، من ناحيه ديال الحقره، من ناحيه لان الانسان اللي ضعيف في هذه البلاد ما عنده قيمه، ما كيراعيولوش حتى شي مسؤول اللي كيعطيه وقت، حتى شي مسؤول ما كيهتم به. دابا كنطلبوا من الناس المسؤولين اللي سمعونا يجي يراعيو العين الاعتبار ويشوفوا هذه المساله هذه ويدخلوا، الله يجازيهم بخير كل واحد، والله ينصر الحق، والله ينصر جلاله الملك. شكرا سي عبد الرفيع الخرباوي. انا كذلك اعطف مداخلتي على ملتمسك، التمس من السيد والي الجهه الشرقيه لما له من صلاحيات
عامل عمل في تأنجد، وألتمس من السيد عمر حجيرة رئيس المجلس البلدي أن يتدخل في هذه النزيلة ويراجع أوراق هذه القضية ومراجعات دقيقة، وسوف يقف على الاختلالات وسوف يعرف أن في مصلحات المكتب البلدي للصحة أناس لا يخدمون لا الصحة ولا المواطن ولا الوطن، وإنما يخدمون مصالحهم. سيدتي سادتي، وفقتم جميع لما فيه خير هذا الوطن. كنتم مع عمر خالي الرئيس تحرير جريدة الجسور الورقية والإلكترونية، استمعنا في هذه الدردشة البسيطة ولكن المعبرة للمواطن خربوي عبد الرفيع، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم مساعينا ومسعاه إلى الخير، الخير الذي يخدم مصالح الوطني والمواطني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.